درس اليوم راح أوريكم شلون تسوون السلاسل باستخدام الإيد اليسار بدال اليمين. فيلا خلينا نبدأ. في البداية ممكن تحسين إنه شوية صعب أو إنه مو متعودة أو إنك بطيئة، عادي، ترى إحنا كلنا يعني بداياتنا كنا نحس نفس الشعور، بعدين يصير عادي مع التدريب. أهم شيء التدريب. فأول خطوة راح نسويها طبعاً بعد ما نسوي غرزة الأساس، المسكة وايد مهمة. راح أدخل الخيط بهالطريقة، فمثل ما أنتم شايفين حطيته كذي، بعدها هني وفوقها، فهذه هي طريقتها. بعدها راح أمسك العقدة. أكثر الأغلاط اللي تصير يمسكون الإبرة أو يمسكون هني، أنا أبيكم تمسكون هذه العقدة، وبعدها أبيكم تشدون الخيط، لأن لما تشدون الخيط هذا الجزء هني راح يكون مشدود، فيكون أسهل لكم إنكم تمسكونه. الحين لاحظوا الإبرة أكو في طرف كذي مدبب للداخل، باستخدام هذا الطرف راح نمسك الخيط. طبعا لاحظوا شغلة، إذا لفيته من ورا لي قدام راح يكون عندي صعب إني أدخله، فلازم الحين هذا قدامكم لاحظوا من قدام أمسكه بهالطريقة. لاحظوا لما ألفها بهالطريقة أقدر أني أنا أدخله داخل الفتحة بسهولة. فمرة ثانية من قدام لورا. طبعا لاحظوا هالإصبعين دائما يمسكون العقدة اللي تكون هني، أسحب الخيط وراح أكرر بهالطريقة. طبعا مو من ورا، من قدام لورا بهالطريقة تسحبون. إذا حسيتوا أن وايد الفتحة صايرة ضيجة، شوفوا أنا وين ماسكته، فهذا اللي يخليه ضيج، لازم أمسكه من فوق، وبعدين راح أخذ الخيط وأسحبه للداخل. إذا حتى وأنتم ماسكين من فوق تحسون إنه ضيج، لاحظوا راح أرخي. شوف الحين إذا رخيته راح أقدر إني أنا أوسع، أو إذا شديت اللي هني راح تلاحظون إنه يصير أضيج. فهو كله بهذا الخيط هني، إيش كثر أنتم تشدون أو ترخون. مرة ثانية راح أسوي المسكة هني فوق بهالطريقة، هالإصبعين يمسكون هذه العقدة هني، راح أخذ من قدام لورا وأكرر، من قدام لورا أتأكد إني ماسكته عدل وأكرر. شلون تعرفين إن الحين وصلت لمرحلة إن شغلك حلو؟ السلاسل اللي يكونون موجودين تحت هني لازم يكونون نفس المقاس تقريبا، كل ما كان المقاس موحد، يعني ما يكون واحد وايد وسيع واحد ضيج واحد، لازم يكونون تقريبا نفس المقاس. بعدها تقدرين تنتقلين حق الدرس الثاني. وهذه هي طريقة غرزة السلسلة. إذا حابين تشوفون فيديوهات أكثر عن شلون تقدرون تخيطون باستخدام الإيد اليسار، كتبوا لي بالكومنتس وأكمل لكم السلسلة. إذا عندكم أي اقتراحات حق أي فيديوهات ثانية تقدرون تكتبون لي إياها، وإن شاء الله راح أحاول أطبقها. حابة أشكر متابعتكم، مع السلامة.